جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أمي أنت حلفتي يمين، لهيك لازم تحكي لنا من وين جبتي هدول المصاري يلي رحتي عطيتيهم لأختي سارفاتي. أمي احكي لنا. هدول من خالتك يا حبيبتي، مشان خبي لياهم لأنه رح تسافر كم يوم برات البلد. أنا كنت متأكدة أنه لما أحكي مع أختي رح تتفهم كل شي مشان سرفاتي. أنا عطيتها ياهن لسرفاتي، عطيتها المصريات تبع خالتها. أنا كنت وقتها مفكرة أنه القصة خلصت. طيب يا أمي ليش ما حكيتي هذا الحكي قدام الكل؟ هلأ كل اللي بالبيت صاروا عم بيحكوا عليكي، وانتي انتي ما عملتي أي شيء يلوموكي عليه يا أمي. نحن هلأ لازم نروح لعند بابا ونقول له أنك انتي ما سرقتي أي شيء. أمي أنا رايحة أحكي مع بابا. لاكشمي استني لاكشمي. بنتي اللي صار صار، هلأ لو عرف أبوكي بهالشي وإني عطيت مصاري خالتك لسرفاتي رح تصير مشكلة كتير كبيرة بالبيت. المشاكل بدها تصير، يعني إذا صدقنا كلام مرت أبي فالمصاري راحت من الخزنة. بس يا أمي أنتي ما قربتي على هالخزنة بالمرة. طيب آخر شي مين فتح الخزنة وسرق هي المصاري منا لكان؟ اسمعني، طيارة موريشيوس رح تطلع من موباي ولا من أحمد أباد؟